هاي هلو ذير يا ويلكم يا عم السايح، ازيك عامل ايه؟ ثانك يو جود تو سي يو. كنت بدور على حيوانات مميزه، حيوانات محدده بالانكراد مثلا. الخرتيتين اللي هناك دول اخر خرتيتين في العالم. There are only two؟ هم اتنين بس؟ يس طبعا، هم لا هم دلستو. هل هم هنا بامان؟ زنتوري في حراسات ليل ونهار عليهم، فاحب اقول لها تاكد محدش يقرب لهم خالص. مش عارف، انا اول ما شفتك حاسس بامان. الخرتيت ما انت فيها يا باشمهندس؟ في حاجه؟ ما تقتلهوش، امشي من هنا. اظن الخرتيت مات. سوري مستر سائح، بعتذر جدا، ما خدتش بالي ان الحيوان تبعك. او ماي جاد، انا بصطاد عادي. انت مش قلت لي ان انت بتحموهم؟ ما تخافش خالص، الخرتيته كانت حامله من الخرتيت. اوكي طمنتني، اتس اوكي. او 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 اي اي عمي يا صياد، انت بتصطاد فين؟ حاجه غريبه جدا، كل ما اجي اصطاد يطلع لي جوز خرتيت. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح. في عام 1972 في إفريقيا وتحديدا في جنوب السودان يتولد وحيد قرن أبيض جميل اسمه سودان، عشان ينضم لعائلة كبيرة مكونة من حوالي 1000 فرد المتبقيين من حيوان وحيد القرن الأبيض، عايشين في غابات الكونغو وجنوب السودان يمرحوا ويلهوا. ولكن لسوء حظ سودان وعيلته تشتعل الحروب الأهلية في المنطقة اللي كانوا عايشين فيها، زي ما حكى كيفن سيف في جريدة واشنطن بوست. وبعد انتهاء هذه الحروب واللعبكة والفوضى دي، يخسر سودان كتير من أهله وأصدقائه كضحايا للحرب. ومش بس كده، تجارة القرون ومبادلتها بفلوس وأسلحة. القرون بعدها ابتدت تزدهر تجارة القرون في السوق السوداء، لدرجة إن وصل سعر القرن الواحد في السوق السوداء 65,000 دولار، خصوصا في الصين وفيتنام، لأنه كان بيشتهر إن مسحوق القرن بتاعه بيعالج الصداع والحمى وحالات الهانجوفر. كان بيشتهر الأغنياء يجيبوه لبعض في حفلات الزفاف، لأنه كمان كان بيشتهر إنه منشط جنسي قوي. وبعد كده مسؤول فيتنامي مدعي إن هذا مسحوق تسبب في شفائه من السرطان. فالموضوع عمال يلمع في عين الأغنياء والمشاهير، ده مش عارف ايه بيعمل مش عارف ايه، وده هدية كويسة لحفلات الزفاف. فابتدى يبقى هناك طلب وديماند اكبر على قرن وحيد القرن الابيض بالتحديد. وبعض المسؤولين في جنوب افريقيا بدأوا يسهلوا لهم عمليات الصيد بشكل قانوني، شكل فيه سبوبة حلوة، يلا نسترزق احنا كمان منها. وعلى ايه؟ على قفا وحيد القرن. غلبان يا عين. عملية الصيد القانوني دي كانت معروفة بالسودو هانتنج، يعني بس ما يموتش، مقابل 17,000 دولار. يضربوا عليه طلقات ما تقتلوش بس تخليه دروخ زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، حاجه مذعه، واحده ورا واحده لحد ما يغمى عليه. طبعا بعد ما يغمى عليه يستنى شويه يتعافى ويصحى ويبتدي عمليه سودو هانتنج تاني. هم كانوا بيصطادوه فور فان بس، ما بيموتوش، بس يصطاد كده من بعيد وخلاص. طبعا الحقوقيين يشوفوا هذا المنظر والحيوان يا جماعه بينقرض، يبتدوا يطالبوا الحكومه تصرفوا، وحيد القرن معرض للانقراض بشكل كريتيكال جدا، يا جماعه لو سمحتوا حافظوا على الافراد القليله المتبقيه. وبالفعل بداوا في محاكمه المسؤولين اللي كانوا بيمرروا عمليه السودو هانتنج، وتولت جهات اجنبيه حمايه وحيد القرن. ولكن طبعا الممنوع مرغوب، وده بيقول لك القرن ممكن يتباع ب 65,000 دولار. عايزين نصطاد، عايزين الفلوس الكتير. وفضلت تجارته في السوق السوداء، ماشي خلاص انتوا هتعملوه بشكل غير قانوني، طب هنحاول نسرقه ونخنصره ونحاول نبيعه لحد بره. ونقلت مؤسسات اخباريه كبيره زي الواشنطن بوست ان بعض هذه الصفقات كانت بتتم بمعرفه جهات حكوميه في جنوب افريقيا والسفاره الفيتناميه، ويمرروا القرون عن طريق حد موثوق فيه زي السفر الاسيويين، ما بيتفتشوش. هذه الحرب ضد هذا النوع البريء طبقا لاحصائيات عملتها منظمه وايلد ايت تسببت ان كل سنه يتقتل 1000 فرد من حيوان وحيد القرن. بس الحمد لله نجا من هذه الحرب سودان وشويه من افراد نوعه اللي خدوهم ودوهم حديقه حيوان وهو عمره 3 سنين، وفضل في هذه الحديقه لحد ما كبر. ابتدينا نحس ان الدنيا بقت تمام والواحد يطمن، احنا كده ممكن ننقذ النوع ويتجوز سودان والحمد لله يخلف بنت، والبنت تتجوز وتخلف بنت، ويبقى السودان ابنة وحفيدة. ولكن للأسف خلال السنين يخسر بقية أفراد عيلته في عمليات الصيد اللي للأسف كانت بتنجح، ويتبقى على هذا الكوكب 3 أفراد بس من وحيد القرن الأبيض، سودان وبنته وحفيدته. كله مات، كله مات. فيقرروا ينقلوه لمحمية OLBG تفكينية تحت حراسة مشددة 24 ساعة، وأصبح استمرار النوع مسؤولية سودان وبنته وحفيدته. ولكن سودان كان عجز، عمره كان عدى 40 وما بقاش محتفظ بخصوبته، ففضل تحت الرعاية الصحية والمحاولات لفترة طويلة، لحد ما في 9 مارس 2018 تعلن المحمية بكل حزن وأسى وفاة سودان في سن 45، وفقدنا الآخر وحيد قرن ذكر أبيض على الأرض، وانقراض نوع عمره أطول من عمر الإنسان
السودان ذات نفسه. الحقيقة إن قصة السودان مش قصة فريدة من نوعها. 2018 كانت سنة مليئة بالأحزان والكائنات اللي ودعناها وانقرضت. مش بس حاجة زي وحيد القرن الأبيض، البغبغان الشهير اللي اتعمل عنه فيلم ريو اللي اسمه العلمي سبيكس ماكاو، للأسف نهايته على عكس الفيلم ما كانتش سعيدة. في دراسة نشرتها بيرد لايف انترناشونال في سبتمبر 2018 أكدت انقراض هذا النوع تماما من على الأرض. وحوت الفاكيتا اللي طبقا لمؤسسة وورلد وايد لايف فهو نظريا انقرض لأن مش باقي منه غير 2 إناث، وفي أي وقت متوقعين انقراض النوع بمجرد وفاتهم، إلا بقى لو نجحت تقنيات زي التخصيب الصناعي اللي تكلفتها ممكن تبقى بالملايين. لكن لحد النهارده مش متأكدين إذا كانت هتنجح ولا لا. ومش بس دول، أنواع تانية كتير خسرناها وبنخسرها سنويا. عزيزي المشاهد طبعا أنت تسألني تقول لي مين المتهم، مين اللي عمل كده وإحنا نجري وراه ونقتله؟ أنا خايف أقول لك لأن هو بيقف أمامك وهو الإنسان عزيزي المشاهد. بس برضه مش عايز أتحامل على الإنسان قوي، يعني محتاج كده اديله فرصته. ايه هو الانقراض وبيحصل ليه عزيزي المشاهد؟ انقراض الانواع مش ظاهره جديده بتحصل في العصر الحالي. الانقراض ظاهره طبيعيه جدا بتحصل من غير ما الانسان يتدخل، ده من غير ما الانسان يتوجد اصلا، ما كانش موجود من ملايين السنين. وده له اسباب كتيره، بيحصل تغير في المناخ كلايمت تشينج، او التغير في منسوب البحار والمحيطات، او وباء يجي ميكروب صغير ويقضي على القطيع، او نوع معين يغزو منطقه نوع اخر وياكل اكله، حشرات بقى او كائن مفترس، او ان الاماكن او الغابات اللي نوع معين بيعيش فيها تتهد او تتحرق، او الامطار الحمضيه او الاشعاعات. كل هذه الاسباب الانسان ما بيتدخلش فيها. وبالفعل العلماء مؤمنين ان 99% من الكائنات اللي عاشت على هذا الكوكب انقرضوا بسبب ظواهر او كوارث طبيعيه. 99%، انت متخيل؟ انا بقي ساب. معظم الانواع اللي بنشوفها في الحقيقه او في الافلام لا تمثل اكتر من 1% من الانواع اللي عاشت على كوكب الارض خلال 4 مليار سنه. الباقي كل انقرض بدون اي تدخل من الانسان. معظمها انقرض خلال 5 موجات انقراض بس مر بيها هذا الكوكب. اسوأها اللي حصل في البرميان ايرا، العصر البرمي، موجة انقراض كارثية سميت بالهلاك الاعظم. واحدة من اسوأ الانقراضات اللي حصلت على الكوكب حصلت لما براكين ضخمة فارت ولمدة الاف السنين ما هديتش، الامر اللي ادى لنمو بكتيريا بشكل كبير واشتعال مخزون الفحم اللي كان في الارض وامتلأ كوكب الارض بغاز ثاني اكسيد الكربون وكبريتيت الهيدروجين اللي خرج من المية. وده اللي خلى 95% من الكائنات اللي كانت موجودة على الأرض تنقرض بالاختناق. كوكب الأرض بعدها خد ملايين السنين عشان يتعافى وتقوم عليه الحياة من جديد، ونجد بعض الديناصورات اللي حكمت بعدها الكوكب لملايين السنين قبل ما يحصل موجة انقراض تانية اللي ما تسمى بالكيتي اكستينكشن اللي كانت تقريبا من 65 مليون سنة. والافتراض الأكبر إن الحادثة دي حصلت بسبب سقوط كويكب على الأرض، أسترويد يجي يخبط الأرض ويحمل قلبان، وده تزامنا مع انفجار البراكين الضخمه. الحادثتين دول مع بعض عملوا غبار ودخان حجب ضوء الشمس مش لسنه ولا 2 ولا 10 ولا 100 سنه، لالاف السنين. تخيل يومك العادي بيمشي والشمس محجوبه عنك. تخيل انا لو حيوان ازعل واكتئب. ونجا من هذه الموجه بعض السحالي الصغنطتين والضفادع والطيور والتماسيح. وقبل الحادثتين دول كان في التريسك جراسيك اكستنكشن اللي مات فيها 3 ارباع مخلوقات الكوكب، والليد ديفونيان اكستنكشن موجه انقراض استمرت 20 مليون سنة. 5 موجات انقراض طبيعية الإنسان ما كانش له دور فيهم، كلهم على بعض بالصلاة على النبي قضوا على 99% من الكائنات اللي كانت موجودة على الكوكب. والحمد لله ده كان من ملايين السنين، فالكوكب لحق يتعافى في الكام مليون سنة والأمور مستقرة الحمد لله. الله، أمال إحنا ليه دايما بنشير بأصابع الاتهام للإنسان ونقول هو اللي بيقضي على الكوكب ويخلي الأنواع تنقرض؟ أنا أقول لك، دكتور دانيال سيمبل روف من جامعة تينيسي بيقول إن إحنا بدون شك، راجل مش شاك، بنعيش وسط موجة الانقراض السادسة. ومش بس دكتور دانيال اللي بيقول كده، مش عالم كده مع نفسه بيعمل هذا الادعاء الخطير. عزيزي المشاهد، 7 من كل 10 علماء أحياء أزن علماء بيولوجي بيؤكدوا إن الكوكب بيمر بالموجة السادسة من انقراض الأنواع اللي عايشة عليه، وإن هذه الموجة قد تكون من أسوأ الانقراضات اللي حصلت في تاريخ الكوكب، وإنه في خلال 500 سنة الأخيرة انقرض أكتر من اللي انقرض في آخر 20 مليون سنة. ده احنا سفاحين والله. في الطيور انقرض 128 نوع ومعرض للانقراض أكتر من 1200 نوع تانيين، انقراض بمعدل من 1000 ل 10000 ضعف المعدل الطبيعي للانقراض. عشرات الأنواع
من الحيوانات والنباتات اللي كانت ماليه الكوكب بتنقرض يوميا. دكتور كريس توماس وزملائه في جامعه كامبريدج في احدى الدراسات اللي اتعملت على العلاقه بين التغير المناخي وانقراض الكائنات متوقعين ان سيناريو التغير المناخي ده لو ظل كما هو عليه من 30 ل 50% من الانواع اللي عايشه على الكوكب هتنقرض في نهايه هذا القرن. عزيزي المشاهد انت متخيل؟ هو بيقول لك في اخر 500 سنه بس انت خليت عدد كائنات تنقرض اكتر من اللي حصل في اخر 20 مليون سنه، وبيقول لك خلال ال 80 سنه اللي جايين دول انت ممكن تمحي نص الانواع اللي على هذا الكوكب. لا 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 لا, لا, لا. انت ما ينفعش الشغل ده، ما ينفعنيش. سرعه معدل الانقراض ده السبب فيها في المقام الاول هو الانسان. 99% من الانواع اللي بتنقرض دلوقتي بسبب الانسان، حاجات بقى زي التلوث، هدم الغابات والاحتباس الحراري. عزيزي المشاهد كل الانقراضات اللي قبل كده كانت بتستمر الالاف وملايين السنين، لكن خلال مئات السنين فقط خسرنا جزء كبير جدا من الحياه البريه. ده بيقول لك على اخر القرن 50% من الانواع ممكن ما نلاقاهاش. منظمه ال WWF مش بتاعه المصارعه يعني، عشان بس الورلد وايد فاند فور نيتشر كل سنه بتضيف انواع جديده لقائمه الانواع المعرضه للانقراض، منها 18 نوع كريتيكلي اندينجرد يعني مهدده بالانقراض بشكل حساس، وبالوضع الحالي يبدو انهم هينقرضوا لا محال. ومعلش يعني احنا هنا مش بنتكلم على حيوانات هفأ، احنا بنتكلم هنا على الامور ليبرد والملايان تايجر، نمر مهدد بالانقراض. يا نهار اسود، ووحيد القرن الاسود احنا شفنا الابيض خلاص انقرض مات، وبعض الانواع من الفيله. وفي قائمه المهددين بالانقراض في ثعالب البحر والنمر. انت متخيل النمر والحوت الازرق اكبر كائن على وجه الارض بجلاله قدره معرض للانقراض، والباندا الكائن الكيوت الجميل اللي الحمد لله نزل من الكريتيكلي اندينجرد سبيشيز للاندينجرد سبيشيز. بس يعني في سياق اخر كان زمان الباندا مش موجوده في عالمنا تاني، سان كيو تشاينا وكونغ فو فايتينج. وهناك قائمه تانية زي الفولنربل، دي حاجه يعني اقل شويه يعني، هم فاضل لهم شويه ويخشوا مرحله ان هم مهددين بالانقراض. فحدث ولا حرج، الاجوانا البحريه، فرس النهر، سيد قشطه، عم سيد قشطه، والفيل الافريقي اللي كنت بتشوفه في جنينه الحيوان وانت صغير. تخيل يجي يوم من الايام تروح قفص الفيل انت وابنك وماسك حته الخصايه في ايدك ما تلاقيش الفيل. انا كنت سايب فيل هنا يا جماعه، تسال الحارس يقول لك يا اسطى انت بتقراش الجرايد ولا ايه؟ الفيل انقرض. يا نهار ابيض الفيل انقرض. ليك في الخرتيت؟ اه طب ماشي هتقولي ده، انا سمعت انه انقرض. انقرض فعلا. معلش يعني طب ما ينقرض. انا اسف يعني بس ممكن حد يفكر ان لو في نوع من النباتات او الحيوانات لا باكله ولا بيفيدني في حاجه وهو ضعيف مش قادر يتواكب مع العصر اللي بيقوده البني ادمين، معلش يعني طب ما ينقرض بالسلامه زيه زي اي حيوان ضعيف ما استحملش. حيوان ما بيعملش اي حاجه او بيمتع البني ادمين، طب معلش ده حيوان فاشل ليه ما بقاش زي الكلب او زي القطه اللي سيطروا على العالم عشان خدموا على غرائز واحتياجات البني ادمين، بيعملوا برودكتس وبيقدموا سيرفيسز مهمه للبني ادمين. كل التعاطف والتقدير، وشرفتنا على الكوكب الشويه الحلوين اللي انت كنت عايدهم دول، وكان نفسنا تكمل وتشرب حاجه، بس معلش يعني طالما الموضوع ما قربش من القمح والمانجا انا تمام. بس يعني دلوقتي الانسان بقى هو الاذكى والاقوى واللي قدر يحط قواعده ويغير وجه الارض ويحكمها، وده الوضع الجديد اللي شايف انه بيخدم مصلحته. ومعلش يعني النوع اللي ما قدرش يتكيف مع التغيرات دي انقرض. الحقيقه ان احنا اللي زوار جداد على الكوكب، اخر الدراسات بتقول ان البشريه دي بقى لها على الكوكب تقريبا 300,000 400,000 سنه بالكتير، البشر بالشكل اللي احنا نعرفه الهومو سيبينز. فلما نقرر ناخد خطوه هتاثر على احتياجاتهم لازم نبقى عاملين لهم حساب ونحط مصلحتهم في الاعتبار، لان كمان انقراض نوع معين بيؤدي لانقراض نوع اخر. النظام البيئي معقد وكله بيأثر في بعضه ومعتمد على بعضه، فلما الطحالب البحريه مثلا تتلوث بناقلات البترول ده بيأثر على كائن من نوع تاني زي الاجوانا البحريه عشان بتاكلها، فيخليها هي كمان مهدده بالانقراض، وهكذا لحد ما هتلاقيها تخبط في كائن انت ممكن تكون بتعتمد عليه في الاكل والشرب، ودي تكون خطوه في انهيار النظام البيئي المعقد اللي هيأثر على الايكو سيستم سيرفيسز، المنتجات اللي بناخدها من الطبيعه اللي بيقوم عليها حاجات زي اكلنا وشربنا وادويتنا وصناعتنا. فكل ما كان النظام البيئي صحي ومتوازن كل ما ده كان في صالح صحتنا الجسديه والعقليه. والسبب الاهم هو ان كل الاسباب اللي بتؤدي للانقراض هتيجي على دماغنا برضو في الاخر. هو الاحتباس الحراري ده مثلا هيطول مين في الاخر؟ ما هو احنا. وعشان كده ما ينفعش نغفل عن اي حاجه ممكن تاثر على اي عنصر من عناصر هذا الكوكب، لان معلش يعني المفروض ان احنا بني ادمين مسؤولين، لان مهمتنا احنا كبني ادمين اذكى المخلوقات هو اننا نهتم بالتوازن البيئي عشان ما يجيش علينا يوم وننقرض احنا كمان وما يبقاش في حلقات جايه. بس الحمد لله في حلقات فاتت موجوده لو انقرضنا. الكائنات الجديده اللي هتيجي تمسك بعدنا تبتدي بقى تشوفها ان شاء الله هيكونوا اكيد حللوا اللغات وفهموا لغات البشر المعقده جدا، وانا الكونتنت بتاعي لكل عصر ولكل زمان كله هيقدر يفهم، ولو بصوا على المصادر اظن هيجي لهم فكره عن احنا كنا بنتكلم على ايه. وطبعا لو اشتركوا على قناه اليوتيوب هتبقى حاجه جميله جدا. اتمنى البرنامج ما ينقرضش مع
انقراض البشريه. واخيرا وليس اخرا نحب نهدي هذه الحلقه للسودان وكل الانواع اللي فرقتنا في السنين اللي فاتت.